ننسى الزمان وننسى المكان، ننسى عجقة نهارنا، ننسى صعوبات الحياة ومشاكلها، ونكون نحن بس بهالوقت هيدا باتصال عمودي بيننا وبين الله. منفكر ومنحس بالأشخاص يلي جينا نحن وياهم، يلي قاعدين معنا، منتأثر بوسائل الإعلام. خلينا نغمض عيوننا ويكون حديثنا مع الرب الحاضر معنا، هو اللي قال كل مجتمع اثنين أو ثلاثة باسمي أنا بكون موجود معهم بهالوقت. يا رب أنا بدي صلي على نية كل شخص قرر إنه يبتعد عنك، قرر إنه يشطر علاقته بينك وبينه. ومشي بطريق الغلط، ومشي بطريق الضياع. يمكن رجع سمع كلمة، يمكن صوت، يمكن شخص أثر فيه وقرر إنه يرجع لعندك. ورجوع لعندك كان مفاجئ لما شافك إنك أنت ناطره واقف على شباك حياته وعم تطلع وناطر أي ساعة بده يجي لعندك، وأي ساعة بدك ترجع وتتلاقى فيه من أول وجديد. هالشخص يلي أنت غمرته بحبك وبعطفك وبمسامحتك، يلي هو بيعرف حاله كتير منيح، أنا اليوم بدي صلي على نيته وبدي أقول له قديش كنت تعيس وقديش كنت حزين لما كنت بعيد عن حضن الرب. افتكرت بمجد الدنيا الزايل انك انت بتقدر انك توصل للي بدك اياه. شفت انه جهنم بمصاري بس السما ببلاش. يمكن دفعت مصاري حتى لعبت قمار، ودفعت مصاري حتى زنيت، ودفعت مصاري حتى عملت كومبلو انك تسرق وتجمع اشخاص يكونوا حد منك وتعمل انك زعيم قدام الناس، هالناس يلي بيشبهوك لما كنت بعيد عن طريق الرب. بيلي عملته استحقيت انك تكون ببعدك عن الرب عايش بجهنم هالارض، لانك قررت انك تزحف على الارض مثل الحية يلي زحفت ووعدتك عن الرب. لكن بالوقت يلي رجعت فيه لعند الله، انت رجعت حلقت وطرت من اول وجديد، وتجارب الحية يلي عم تزحف على الأرض ما بتقدر إنه توصل لإلك، لأنك أنت فوق، أنت بحضن الله، هو يلي غامرك بمحبته وبرحمته وبمغفرته. أنا بقول لك نيالك لأنك سمعت صوت الله ولبيت. وبصلي على نية كل شخص الله واقف على باب قلبه وعم بيدق، وهو بعده مغمض عيونه ومسكر قلبه ورافض انه يفتح الباب للرب حتى يدخل على حياته، لانه بعده بوحل الدنيا وبوحل الارض وبوجع الدنيا ووجع الارض. وبيقول لك بكره بتفرج، وبكره شغلات كتير بتتغير، ومن هو الله وليش بدي ارجع لالله، وأنا بقدر أوقف من أول وجديد. وعم بشوف حاله أعمى عم ينقاد من عميان، وبالنهاية
كلهم رح يوقعوا تحت الجل، لأن ولا أعمى بيقود أعمى إلا نهايتهم بدها تكون الهلاك. النور قدامك والطريق قدامك، ما تضلك ماشي حافي وعبد على هالطريق. البوس الحذاء ومشي على طريق الرب وعلى نور الرب، وبالنهاية أكيد رح توصل. قلت لك إنه السما ببلاش، لأنه الحب ببلاش، لأنه المغفرة ببلاش، لأنه المسامحة ببلاش. وهودي كلهم صفات السما، وقادر إنك تعيشهم على هالأرض وتكون أنت ابن السما. مشان هيك أنا رح صلي لك، رح صلي لحالي أول شيء، ورح صلي لكل واحد منكم ونقول له يا رب خلينا نمشي على طريقك. بدي صلي يا رب على نية كل شخص بيشبه الخي الكبير يلي رفض إنه يسمي خي وخيي، رفض الخبز والملح، رفض الحليب الواحد يلي رضعوه، رفض مشاركة المحبة ومشاركة الطعام لأنه المال عميل عيونه. فأنا بدي صلي على نية كل شخص معمي من المال ومفتكر أنه هون السعادة، بيتكبر على الناس وبيشوف حاله أهم منهم لأنه بجيبته معه شوية مصاري، وبيرفض أنه يسمي خيه بالإنسانية خيه، وبالنسبة لإله يلي هن مش من مستواه منن شي، حروف نكرة. وما بيعرف الإنسان أنه عند الله مش مثل عند البشر، عند الله الأولون آخرون والآخرون أولون. انتبه، مالك شو بده يعمل لك، وجاهك شو بده يعمل لك، وعلمك شو بده يعمل لك، وتكبرك شو بده يعمل لك لما بدك توقف قدام الله وتشوف هالإنسان المرمي على حافة الطريق عم يسبقك على ملكوته. هالإنسان يلي رفضت أنك تسميه خيك وما عينالك لما شفته عم يتوجع وعم يتألم سيبقك على ملكوت السماء. شو بدك تقول؟ السماء ببلاش وانت بعدك بالأرض عم بتبدد أموالك ومصرياتك، ومفتكر إنك مثل ما دفعت مصاري ومصلحة بالأرض قادر إنك تاخد السماء بالمصاري وبالمصلحة، بس أنت مغلط كتير. مع الله فوق الكنز الحقيقي اللي ما بتسرقه لصوص، الكنز الحقيقي اللي ما بيسوس، وانت عم بتنبش على كنز مليان سوس وبيسرقوه الحرامية، وبتضلك سهران كل الليل خيفان عليه. مع الله مش هيك، مع الله العطاء، مع الله الرحمة، العطاء اللي ما إله حدود، والرحمة اللي ما إله حدود، والمسامحة اللي ما إله حدود. حط حالك بحضن الله وشكر الله على كل نعمة عطاك إياها، شكر الله على الأخوة، شكر الله على الإنسانية يلي من خلاله قادر إنك تتقدس وتكون بملكوت الله بيوم من الأيام. آمين.